يمثل الزواج هذه الأيام مخاوف لدى البعض نظراً لما يسمعونه من تزايد من حالات الطلاق أو حتى من معدلات الانفصال المتكررة. تختلف أكيد أسباب الخوف والتوتر من فشل العلاقات الزوجية واللي تدفع الكثيرين إلى تأجيل فكرة الزواج أو حتى تجنبها تماماً. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا في الاستوديو، مع الأستاذ عبدالله العباد، أخصائي اجتماعي ومستشار علاقات زوجية. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عبدالله. حياكم الله. في البداية خلينا نتكلم أو نذكر أهم الأسباب اللي صارت موجودة عند الشباب والشابات واللي تخوفهم من فكرة الزواج والارتباط. طبعاً في البداية نبي نفرق أول شيء بين اللي هو في شيء اسمه قلق من الزواج، وفي اسمه خوف من الزواج، وفي فوبيا من الزواج اللي مصطلح الجاموفوبيا، زي مصطلح اللي هو الرهاب من الزواج. فالقلق يعني كأنما هو عنده خشية أو خوف من الزواج، شيء مستقبلي أني بتزوج، فأنا قلق ومتوتر في ذي الفترة لكني سأقدم، لكني عايش بسبب الترتيب وكذا، فعايش دور أو القلق الشعور هذا طبيعي. الخوف هو لحظة اللي هو يعني في الزفاف أو الحفلة، هذا الرهاب أو الخوف هذا يسمى الخوف، وخوف طبيعي لأني أنا برضو مكمل في الزواج، لكن في هذا الشعور اللي هو الرهبة. أما الفوبيا فالفوبيا لا، في يعني تجنب، في عدم الإقدام على الزواج هذا بالمرة يعني، وهذا اللي له أسبابه، وهذا اللي شوي الحنة اللي نحتاج نسلط الضوء عليه. الأسباب يعني في أسباب شخصية، مثلا شخصية هي شخصية قلقة أو شخصية شكاكة أو شخصية يعني تجنبية. هذه الشخصيات لما تجيها أزمات في حياتها، مثلا طلاق في أسرتهم، صار لهم طلاق بين أبوها وأمها أو أبوه وأمه، مثلا البنت تعرضت إلى قطع علاقة عاطفية استمرت سنوات وانقطعت كذا بأسباب مؤذية، هذا خلاها أنها تعمل بلوك موضوع الزواج. في بعد اللي هو مشاكل أسرية، في اللي هو الخوف من المسؤولية وفوبيا المسؤولية، أن هذا شيء يعني مسؤولية وعيال وتربية وكذا. في ناس تخاف على حريتها، تقول لك أنا راح أتقيد بعد الزواج. يا سلام، وهذا الحرية نعم نيجي يقول لك أنه يعني أشيعت هذه أن الزواج تقييد الحريات وفي حكر وما حكر، وهو مفهوم يعني مقلوط فيه وفي موسع بشكل يعني مبالغ فيه. وفي بعد اللي هو مثلا بنت أو تعرضت لاغتصاب، فهي خلاص تعمل بلوك للعلاقة هذه أو للزواج خوفا من هذا. بعضهم خوفا من الحمل والولادة، فتعمل اللي هو يصير لها فوبيا من الزواج. فأسباب كثيرة طبعاً. زين؟ أكيد أكيد يعني تمنع اللي هو تخليها عندها عقدة من الزواج. وليس خوف أو توتر، خوف طبيعي. لكن نتكلم إحنا عن الفوبيا. يعني هذا الموضوع ما بين البنات والشباب، يمكن حتى في دراسة شفناها مؤخراً كانت تقول هذه الدراسة إنه 39% من الشباب السعودي عندهم عزوف من الزواج، أو يعني ما يبون يتزوجون، قاعدين يوصلون أعمار تعدوا مرحلة إنه سن الزواج ويقول لك لا أنا مبسوط كذا. ليش برايك؟ اتوقع انهم يعني في تصوري ان يعني نشا جيل جديد، جيل ربي على الدلال المفرط، ويعني حياه تكاد كانما الشبيك لبيك، ما في لا، ما في ممنوع، ما في اعطاء مسؤوليات ومهام في حياته، فهو عايش في حياه يعني ترف، ويعني نقول حنا ما في مسؤوليات يعطى لها. ففجأة هو يوصل للعمر هذا يقول تعال تتكفل أنت بمرأة وأولاد وبيت وأنت متكفل عن بالكامل، فيصاب بالرهبة من هذا الموضوع اللي ما تعود عليه، هو أساس يمسك مسؤوليات، فهذا يخليه شوية تراجع. ونفس الشيء برضو البنات أنهم ما تعود على المسؤوليات كاللي قبل 30 سنة. زين، كانوا شوي وكلوا مهمات بدري، بينما الجيل الجديد الآن كله يعني لا تثقل عليه، لا تثقلون على الولد، خلوا على راحته، تو الناس، تو بدري عليه، يا دوب يعني يكلم هام الدراسة وبس يعني.
هو يوصل ل 40 وتعود على انه هو يكون انسان سنجل ويشيل فكره الزواج من راسه، لانه تعود على الوحده. والانسان يعني اذا كبر على شيء معين خلاص تصير عاده في الاخر. يعني انا اتوقع الزواج على كبر اصعب بكثير من الزواج السابق. يعني كل هذه الاسباب هي اشياء طبيعيه في حياتنا، موضوع الارتباط، موضوع الالتزام، موضوع المسؤوليه. ليش الحين صارت النظره جدا مختلفه؟ طيب هذه الاسباب اللي انا اعتبرها اسباب طبيعيه ووهميه ان صح التعبير، صحيح، مدى تاثيرها على البنيه المجتمعيه لما يصير في عزوف عن الزواج او خوف وفوبيا من الزواج؟ حنوصل لمرحله ما في احد يعمر الارض. اي نعم، يعني هذه سنة إلهية اللي هو موضوع الزواج يعني امتداد للكائن البشري، زين، وتكاثر للكائن البشري، فهذا بيعمل عائق للامتداد البشري. نعم، تم تشويه المسؤولية موجودة في حياتنا كلها، يعني في دراستنا، في بيتنا، في كل نطاق حياتنا مسؤولية. حتى أنا مسؤول عن أكلي وشربي، إذا ما أكل وأشرب سأجوع سأموت، فأنا مسؤول عن أكلي وشربي ونومي وكل شيء مسؤولية الحياة. لكن سلط كأنما شوه مفهوم مسؤولية وربط بالزواج بأن مسؤولية يعني عبء، يعني شيء يعني سلبي، شيء مؤذي. أخفي الجوانب الجميلة والإيجابيات في الحياة الزوجية. نعم، يعني هل تتوقع أنه كمان سبب من الأسباب أستاذ عبد الله أنه اليوم إحنا نعيش في عالم كثرت فيه المقارنات، كثر فيه السوشيال ميديا والحياة المفتوحة كذا على البحر على قولتهم أمام الجميع، سواء نتكلم من مشاهير أو نتكلم من غير مشاهير، يعني حتى على مستوى العوائل في بعض الأحيان، يعني زوجي عمل كذا، زوجي قدم لي كذا، زوجتي سوت لي كذا، فصار في مقارنات. فهل هذا الشيء ممكن أنه يكون ساهم في أنه الواحد يقول لك إذا أنا والله ما حتزوج زواج زي فلانة أو زي علانة أنا والله ما أبي أتزوج، يا أتزوج صح يا ما أتزوج؟ صحيح، يعني نعم، في شريحة يعني بدأت تتلقى المفاهيم من السوشيال ميديا بأن الزواج هو كالزواج اللي يصور هذا في الأفلام والمسلسلات أو المشاهير، بحيث أنه يطلع بأبهى صورة إخراجية، صورة تمثيلية، فتشوف أنها هي تعيش الجو وتقول أنا إذا ما يصير لي زواج زي كذا أنا ما أبي، يعني ما أبي. شنو هو زواج يعني في شوي معاناة ولا في شوي مجهود؟ لا، أبغى أعيش دور الأميرة، وذاك يقول أنا أعيش دور الأمير في هذا الزواج. فنعم، صار انحراف في المفهوم الزواج وتطلعات الزواج، وكأنما حصر الزواج بأنه هو رحلة ممتعة رفاهية زايدة كمالية، إن توفرت لي كان أبيها، ما توفرت أنا ما أبيها صراحة. يعني أبعدت روح المسؤولية، كأنما هي رحلة ترفيهية استمتاعية فيها ما لذ وطاب. بس تعرفوا إيش الغريب يعني في الموضوع؟ لو نيجي كده نطالع بصورة أشمل وبصورة أوضح، ترى البنات يبغوا يتزوجوا، في فئة من البنات بيدوروا يبغوا الزواج، بس البنت ما تقدر تروح تخطب الرجال. صحيح. الرجال هو اللي يجي يخطب، هو اللي يتقدم، هو اللي يعني يبادر في هذه الخطوة. لو نبغى نتكلم وتوضح لنا أكثر، يعني إيش سبب يعني خوف الرجل من الزواج؟ يعني قلنا المسؤولية، هل هذا سبب كافي؟ راتبه يدوب يكفي ويغطي، هل هذا كافي؟ لا. طب البنت كيف تقدر تروح تخطب بدله؟ طبعا هو إحصائيا، أيه، تتوقعوا الإحصائي من الأكثر إحجام عن الزواج، يعني النساء ولا الرجال؟ والله الحريم يبغوا يتزوجوا، ولو وصلوا 40 و50 حلمة أنها تتزوج وتجيب لها ولد. صحيح، هو إحصائيا أن الرجال هم أكثر إحجاما عن الزواج أو عندهم فوبيا من الزواج من النساء. النساء عندهم أكثر جرأة وأكثر شجاعة في ذا الجانب في الإقدام على الزواج، زين، متى ما توفر عندها شعرت بأن هذا الشخص المناسب. صحيح. عندها الجرأة أكثر من الرجل، هذا حسب الإحصائيات طبعا، زين. وبعضهم يعولها لأن بما أن يعني المرأة كوجود اللي هو عندها شعور الأمومة، هذا يدفعها برضو بقوة بأنها تقبل على الزواج لكي تعيش هذا الدور في المستقبل، يعني فتكون هي أكثر جرأة من الرجال في موضوع الزواج. طيب خلينا نكون شوي كمان شفافين وواقعيين أكثر.
يمكن الحين زي ما تفضلت في بداية حديثك، احنا جيل مختلف عن الأجيال السابقة، غير مثلا أمهاتنا أو أجدادنا في التفكير، في المنطق، في رؤية الحياة، في الأولويات، في تحمل المسؤولية، في أشياء يعني كثير وقس على ذلك. نتكلم عن الزواج التقليدي أستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه هذا كمان يلعب دور، أنه الواحد يقول لك أنا ما أبغى أتزوج زواج تقليدي، والعائلة تفرض أنه هو يتزوج زواج تقليدي، لأنه الزواج التقليدي يعني كثير من الأحيان يكون يعني اكشط واربح الصراحة. هذا طبعا أنا في وجهة نظر أنه تغير، صار في يعني في الزواج التقليدي يعني هو المسمى شوي كأنما سلب شوي، ولا هو ترى التقليدي يعني الشائع والسائد في مجتمعنا الزواج هذا، في صار في تحسن كثير. يعني كان سابقا أن الزواج يخطبون للبنت لا شافها ولا شيء، فقط أن يقول عندنا فلانة خوش آدمية بنجيبها لك أو بنزوجك إياها، وهي نفس الشيء يقولها ترى في جاينا ولد من حلال بنزوجك إياه، ما شافوا بعض ولا يعرفوا عن بعض معلومات، قلت تم. لا. الآن صار في تحسن، صار في نظرة شرعية، صار في فترة خطوبة، في تواصل، يعني في يعني بس يحتاجوا أنهم يكون عندهم جودة في فهم بعض في فترة الخطوبة. أنا أشوف أن التقليدي بالعكس ارتقى كثير. الآن صار كأنما في مشروعين في طريقة الزواج، الزواج التقليدي اللي هو بنظرة شرعية وفي معلومات مسبقة، وفي أثناء الخطبة يصير في تواصل لمعرفة بعض وفهم بعض بشكل أفضل. يعني قبل الزواج أستاذ عبد الله مو بالكل، يعني ما زال في عوائل يقول لك لا أنت مثلا خلاص إحنا أمك تعرف تختار، أمك اختارت خلاص ما تشوفها إلا على الكوشة. إيه هذا أنا حين في مشروع. أنا أتكلم عن هذا الزواج، أنا ما أتكلم إيه عن اللي في خطبة وفي شوفة. إحنا هم قلة، هم ما زالوا موجودين لكن قلة، لكن هذا النوع من الزواج ممكن إنه يعني يسبب تدمير حتى عائلة، تجيب عيال وتتوهق وكل شيء، آخر شيء يحصل مثلاً عدم تفاهم أو عدم، يعني ودي أعرف يعني هذا الزواج هل ممكن إنه يساهم؟ انه يخلي الواحد يقول لك لا 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 انا خليني سنجل ازين بدل ما اروح اتزوج وحده انا ما اعرفها ولا تعرفني. وانا اشوف ان هذا فيه شوي برضو مبالغه، لان هو يقول مثلا انا ابغى اتزوج، ابغى اول شيء اعرفها واتعرف عليها وافهمها ويعني استوعبها اكثر من كلا الطرفين، يعني حتى اني انا اقرر على وضوح قبل يعني قبل العقد او قبل حتى اتمام الخطوبه بشكل رسمي. هذا برضو أنت أساساً ما راح تكتشف كل جوانب الشخصية في هالفترة هذه الوجيزة، حتى لو صار لقاء، حتى لو صار تعارف يعرفون بعض في هالفترة هذه كم شهر، 6 شهور، سنة، ما راح يعني تعرف الشخصية يعني تعرف وتكتشف بالعشرة في عمر، في سنوات، نظل أوقات زوجين يظلوا سنوات يدوب بدوا يفهموا بعض أكثر وأكثر. فستة شهور ذي مثلاً ما راح تشوف، يعني ما راح تخليك تفهم أكثر وأكثر للشخصية. أنا أشوف حسب الاستشارات اللي تجينا إنه صار في تحسن، يعني في تواصل نوعا ما عن بعد شوي، لكن أقدر أسأل عنها، تقدر تسأل عن اللي حوله، يعني هي تنقصها شنو نوع المعلومات اللي تجمعها. زين هذا يعني يخليها شوي تكون على وضوح في الموافقة على الزوج من رفضه. زين يعني مو بس شلون فلان قالوا خوش أدمي، هذه كلمة عامة مطاطية ما تجاوب شيء، لكن لو مثلا دخلت هي استشارة، أخذت استشارة خاصة أو دورة وعرفت كيف تجمع معلومات عن الخطيب أو الخطيبة، راح يكون يعني نوعية الأسئلة وجودتها ودقتها راح تعطيه معلومات كافية ووافية بأنه يقدر يتخذ قرار بشكل يعني كبير أن هذه بالفعل تناسبني أو هذا يناسبني. طبعا أنا أشوف في تحسن، يعني من خلال استشارات تجيني أكثر، يعني اللي نقول حنا الأول على القيابي ذا ضعف كثير يعني. لا بالعكس في تحسن كثير يعني. جميل. خصوصا أن صارت دحين كمان بيئات العمل يكون مختلطة، تدي فرصة أن الواحد يشوف الإنسان على حقيقته، يدرسها من بعيد، يعرف شخصيتها أسلوبها أشياء. بس هذه بين قوسين يعني أحب أكد عليه بأنه لا يعتقد أنه في خلال هالستشهور والشهور هذه راح يعرف جوانب الشخصية وخوافي الشخصية. صحيح. ما راح تشوف هذه يبغى لها سنوات. صحيح. فأنت تستعين باللي حوله. أي. وتكون أسئلة دقيقة يعني ذكية بحيث أنك تكتشف الشخصية بشكل أدق حتى تتخذ قرار بشكل سليم. وسبحان الله ترى كلنا بعد الزواج نختلف، يوم تقفل معانا الباب وتقفل
علينا الباب، مو انه تبان الشخصيه الحقيقيه، انما نصير يعني خلاص نحن متغيرين، يعني المود لما يقلب، لما نكون انسان طبيعيين في الحزن في الفرح في غيرها، يعني سبحان الله دائما العشره هي اللي تبين. نعم. فالسؤال، انا ابغى نصيحه منك للرجال يقوموا ينقذوا البشريه ويروحوا يتقدموا، ليش خايفين من الزواج؟ يعني انا زي ما كنت بقول لك قبل شويه، ترى الحريم يبغوا يتزوجوا، الستات يبغوا يتزوجوا، يعني الخوف هذا، ولا يجي يكون قاعد مع اصحابه ويقولوا يا عمي بلا زواج بلا كلام فاضي تورط نفسك، هذا الفكر وهذه السلوكيات قد ايش قاعده تعزز خوف بعض الرجال من فكره الزواج. ترى الزواج شيء حلو يا جماعه، بناء اسره شيء مره حلو، المسؤوليه حلوه، إنه الشخص يكون معاه أحد شريك معاه أحسن من الوحدة. يعني ترى الوحدة مزعجة وممرضة، وحتى لو نقول والله أنا حر نفسي، أنا أنام براحتي، أنا أكل براحتي، أنا أحط الرولز في بيتي زي ما أبي، هذا ما هو زواج. في فترة معينة يوم تكبر في السن حتحط إيدك على خدك وتقول أنا إيش سويت في عمري، وين ضيعت شبابي، ما عندي عيال، ما عندي سلالة. أبغى نصيحة منك للرجال يقوموا يتلحلحوا ينقذوا البشرية. والله شوفي، يعني المشكلة شنو هو؟ إنهم يستمعوا للنصائح اللي هو مثل واحد، يعني كيف أنت تبغى تفتح مشروع تجارة وتستفسر من تاجر فاشل؟ كيف تأخذ نصيحة تجارية من شخص فاتح محل وهو خسران؟ صحيح. فأنا أخذ نصيحة من شخص فاشل في علاقته، أو إنه شخص سلبي، يعني ما يبرز للسلبية، يعني في من يقول لك أنت، يعني هذا اللي الآن ينتقد الزواج أغلبهم المنتقدين هم لا زالوا متزوجين. طيب إذا أنت تشوف الزواج عبء عليك، ليش أنت ما تركت الزواج؟ معناته أن في أشياء إيجابية أنت مخليتك تستمر فيه، ليش تحرض الآخرين؟ طيب خالهم يستمتعوا مثل ما أنت مستمتع، خالهم يأخذوا فوائد مثل ما أنت أخذ فوائد من الزواج. في سلبيات، كل العلاقات فيها سلبيات، علاقتنا مع والدنا فيها سلبيات، يعني فيها احتكاك، فيها تصادم، فيها مشاكل تصير، علاقتنا مع أصدقائنا، مع أهلنا، كل علاقة لها خلافات. فالمشكلة ليست في وجود المشكلة، بل هو قدرتنا على حل وتجاوز المشكلات. بس عندك أدوات تقدر تتخطى المشاكل، أمورك طيبة. فموضوع أن الخوف من المسؤولية والحرية أبداً، أنت دخلت وظيفة ما يعني أخذت منك 8 ساعات ما اشتكيت، أخذ منك يعني مهام كثيرة، أخذت منك جزء من وقتك ما اشتكيت منها. الزواج نفس الشيء، مسؤولية لها جزء من وقتها، يحتاج أن أديها على أفضل وجه، ويعني ولا تحرم نفسك من خيرات الناس تتكلم فيها بأن فيها متع كثيرة، فأنت ليش تحرم نفسك من أشياء فيها جماليات وفيها يعني مكاسب كثيرة أكثر من خسائرها يعني. نعم. طيب خلنا نتكلم أيضا عن نقطة جدا مهمة أستاذ عبد الله، وهي الوضع المادي للزوج والمتطلبات اللي في بعض الأحيان قد تكون أوفر شوي بالنسبة للزوجة. وإحنا نتكلم قبل الزواج، لما يجي الرجال يخطب تقول له والله أنا أبغى وأبغى وأبغى وأبغى، ونبدأ نتكلم في هذه المواضيع المادية، يجي يقول لك لا والله أنا ما عندي، من وين أجيب لك؟ هل هذا الشيء ممكن يكون سبب أن الشباب الآن، يعني نسبة كبيرة، ويمكن زي ما ذكرت في بداية حديثي 39% من الشباب السعودي عندهم عزوف، يقول لك والله أنا ما سوري. طبعا اي نعم، في جزء كبير يعني يحط له اعذار او اسبابه، من ضمنها اللي هو الاعباء الماديه، بانه هو يقول انا المصاريف هذه حسب وضعي المادي الحالي انا ما اقدر وفق بعد الشروط الجديده، يعني تبدا من ما قبل الخطوبه الى الخطوبه والعقد وما بعد العقد والزفاف والاثاث، ويعني حتى متطلبات البيت صارت في شروط كثيرة، يعني مأخوذة من الإعلام ما قصر، السوشيال ميديا ما قصرت، أثرت على يعني نظرتنا للمتطلبات وأن هذه الشكليات هي اللي هي مصدر السعادة. فهنا الخلل في مصدر السعادة، يعني أنك تكشخ ولا تسوي شيء حسب استطاعتك ما يكون مشكلة، لكنك أهم شيء أنه ما يكون عبء، ولا تربطه بأن سعادتك مربوطة بهذه الماديات، هي مكملة، هي طرف مساعد، لكن السعادة والاستمتاع اللي أنت ترموله وتتمناه ترى مو مربوط بالشكليات هذه، بالكوشات وطريقة الفرح والتكاليف، هل تعطيك زخم ونجاح للزواج؟ أبداً،
كثير من الزواجات تكلفت بالملايين ولا دام زواجهم صحيح. يعني. طبعا. يعني هذا يمكن المسؤولية تتحملها البنت وطريقة أو أولوياتها في نظرتها. شكرا لك. بالضبط، إنه أنا أبغى هذا، يعني أبغى زواج واستقرار وعائلة وأطفال، ولا أبغى زي ما تفضلت أستاذ عبد الله اللي هو المبالغ والشكليات. طيب يعني هذا من ناحية العزوف والمخاوف والأسباب. إذا الإنسان فعلا عنده فوبيا، هذه الرهبة من الزواج، طريقة علاجها، حلها كيف الواحد، يعني سواء للسيدات أو حتى للرجال؟ طبعا الفوبيا يعتبر هذا نوعا ما اضطراب نفسي، فاللي عنده إحجام يعني هو يقول أنا لا أبعدوا عني موضوع الزواج، ما أقبل، مو راضي يتقبل الفكرة، هذا معناته عنده أسباب عميقة خلته يوصل لهذا، اللي يعني أنه يعمل الزواج بلوك ما راح يقدم عليه نهائيا، ولا تحاولوا فيني، وممكن يتوتر ويعرق جبينه، زيد ضربات قلبه، ممكن يترك أهله ويهاجر. أنا أعرف ناس سابوا البلد، سابوا الدنيا، نعم، طلعوا تضغط عليه زيادة، ممكن عم يهرب منك خوفا من هذه كان واحد يقول لا هو عنده فوبيا من المرتفعات، تقول له تعال نبيك توقف في 100 دور. هو كذا يشوف نفسه كذا، يعني انت بتقدم مع الزواج يخاف. هذا يحتاج الى جلسه مختص. ومن ابرز العلاجات المستخدمه هو العلاج المعرفي السلوكي، تغيير مفاهيم والقناعات. عنده مفاهيم مغلوطه، عنده يعني افكار بما ان صار حق فلان اذا بيصير لي انا، بما ان صار هذا عند فلان وعلان معناته بيصير لي انا. يحتاج جلسات معرفيه سلوكية من مختص راح يساعده إن شاء الله على تجاوز هذه، وشوي شوي ومنها يأخذه على يعني حبة حبة، حتى أنه يبدأ شوي يخف هذا الرهاب ويقبل على الزواج بكل يسر إن شاء الله. طب كيف الواحد ممكن يتصرف؟ يعني إذا كان اللي حوله كلهم لا تتزوج، والله الزواج هم، والله الزواج ربطة، والله الزواج مسؤولية، وزي ما تفضلت قبل شوي يمكن تكلمنا عند الموضوع بعد أنه باب النجار مخلوع، هو قاعد يتحلطم على الزواج وهو ما شاء الله مكمل في زواجه. يعني كيف الواحد ممكن تكون ردة فعله؟ يعني سواء أهله جو بيخطبوا له، أو هو حب يعني جاي يتكلم مثلا مع أصحابه أو أقاربه أنه أنا يا جماعة الخير قررت أنه أنا أتزوج، يقول لا أصحك انتبه خليك زي ما أنت، كيف ممكن تكون ردة فعله؟ عشان بعد يعني ما تخرب علاقتهم الاجتماعية، يعني احنا نتكلم عن مجتمع، يعني كمان الواحد تكون ردة فعلة ذكية وانه يحاول قدر المستطاع انه كلام الناس ما يأثر عليه بشكل سلبي. يعني احنا من هذا البرنامج، يعني هذا جزء من التوعية بأن يعني انت يجب ان يكون عندك واعي مدرك بأن الموضوع هذا فيه خيرات كثيرة. يعني كل مشروع له إيجابيات وله سلبيات، انت شوف إيجابياته وشوف سلبياته وتشوفها من المختصين، ما تأخذ يعني نصائح تخصصية من أشخاص غير متخصصين، ما تأخذ نصائح من أشخاص أساسا عندهم مشاكل في علاقاتهم، تأخذ نصائح من شخص يقول لك لا تتزوج وهو متزوج. يعني يحتاج أنه هو يكون واعي وينتبه بأن اللي ينصحني هذا من هذا؟ لا. شخص غير متخصص، ممكن شخص فاشل في علاقته، ممكن عنده مشاكل، أوقات بعض أشخاص عدوانيين، يعني هو يحب نقول عنه الخراب، يعني ما يبغى حد يستانس ولا يبغى حد يفرح، وبعضهم سلبيين، يعني على طول شلون الشارع صلحوه يقول هذا تو سنتين وخربان، دائما يختار السلبيات، مركز على السلبيات، حتى زواجه يركز على السلبيات، أي شيء دائما على الجانب المظلم. فهذا احنا نقول له يعني انتقي من تسأل، من تستشير، مو أي واحد تسأل وتستشيره في مستقبلك ولا في أمور حياتك المصيرية مثل الزواج. يعني 100%، وأنا ضم صوتي لصوتك، يعني في بعض الأمور المصيرية أو الحياتية الواحد يتجنب أنه يفتحها قدام أي أحد، خصوصا هذول الشخصيات اللي قد تكون سامة أو يعني سلبية. بين قوسين الآن أنا يعني نعول على أنه في صار وعي أكثر، فبس نحب يعني نوجه البوصلة، يعني نشوف إحنا الآن كثيرين مثلا في المشاريع البزنس، أول خلاص يأخذ له فلوس يفتح له مشروع، الآن لا، فيصار وعي يروح يأخذ له كورس، يأخذ له يسأل، يأخذ استشارات مختصين في البزنس، يعني خطواته مدروسة وعلمية. في موضوع الزواج شوي يكابر، أو إنه يقول يعني وبعضهم اللي حوله يا عم إيش هالخرابيط هذه، وإيش استشارته وإيش ذا، يعني ادعاء المعرفة في ذا الجانب، فهذا اللي يسبب المشاكل ترى. بس لو يأخذ له دورة، يعني حنا اللي أخذوا معنا استشارات وكورسات، حياته ما قبل الكورس والاستشارة تغيرت بكثير ما بعد الاستشارة والدورة.
مش 180 درجه، لكن بدت في تحول حسن. في تغير في تحسن طبعًا. وهذا اللي نبغاه طبعا. اكيد انه الواحد يعني حتى الزواج يعني في النهايه ترى مشروع ومؤسسه ومصير، فالواحد يا يسويه صح يا الصراحه ما يسويه وياخذها من قصرها. استاذ عبد الله العباد احنا نشكر لك تواجدك اليوم، شكرا لك وشكرا لقبولك الدعوه مره ثانيه. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل قصير نرجع بعد الفاصل. المطاعم الصحية كذبة أم حقيقة؟